متابعي طقس العرب وبرنامج جوك، أسعد الله صباحكم بكل خير. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في عموم المناطق، ربيعية، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ومناسبة للخروج وممارسة النشاطات الخارجية. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم: يسود طقس مستقر وصافي 18 درجة مئوية، الملموسة 17، رطوبة حوالي 70%، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة المعتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة: نبدأ بالمنطقة الشمالية، درجات الحرارة تكون أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، طقس ربيعي ومناسب لممارسة النشاطات الخارجية. المفرق 20 إلى 8، إربد 19 إلى 9، جرش 20 إلى 10، وعجلون 20 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الوسطى: الزرقاء 21 إلى 8، البلقاء 20 إلى 10، عمان 18 إلى 8، مأدبة 19 إلى 6، والبحر الميت 25 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية: الكرك 20 إلى 8، الطفيلة 18 إلى 11، الشبك 15 إلى 9، معان 21 إلى 6، والعقبة 27 إلى 18 درجة مئوية. طقس حار نسبيا ومائل للدفء في العقبة خلال نهار اليوم. المنطقة الشرقية: الأزرق 19 إلى 5، الصفاوي 19 إلى 6، ورويشد 20 إلى 6 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، استمتعوا بيومكم وإلى اللقاء.